أربعة أسابيع قبل شهر رمضان، الموعد الذي ينصح به الأطباء أصحاب الأمراض المزمنة للاستشارة الطبية لتتبع تطور وضعهم الصحي ومدى قدرتهم على الصيام. قبل ما تأخذ قرار الصيام في شهر رمضان يكون التشاور مع الطبيب، يمكن الطبيب يغير لك النمط الدواء يعني الآخر حتى يكون هناك فائدة، يعني طول اليوم ما نخليوش فترات بدون دواء. الطبيب يقيم نسبة الخطر، لأنه إذا كانت نسبة الخطر كبيرة بزاف يقول لك ما تصومش، بس حتى إذا كان حبيت تصوم هذه مشكلتك، ما كان حتى ما احنا لا نمنعك، لأن الطبيب ليس له السلطة أن يمنعه، ولكن احنا نحاول نرافقه من أجل انقاص الخطر إلى أقصى حد. حوالي 15 ساعة سيصومها الجزائريون خلال رمضان، أمر يوجب على أصحاب الأمراض المزمنة ضرورة التقيد بتعليمات الطبيب المعالج، وهو ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. الإنسان اللي يكون مريض، إذا كان المرض مرض مؤقت راه كي لا ما يصومش ويقضي، وإذا كان المرض مزمن راح يطول في الزمن ما يصومش ويفدي، تسمى يطعم على كل يوم مسكين، كما جاء في الآية، يعني تسمى القرآن الكريم ربي هذا واش قال لنا ديروا، نحبس هنا، يعني في الأصل ما عندنا حتى كلام نقولوه للمريض. شكون اللي يقول للمريض يقول له تفطر ولا تصوم؟ ماشي الإمام، الطبيب هو اللي يهضر، الفتوى تجي من عند الطبيب ما تجيش من عند الإمام. قد يتجاهل العديد توجيهات الأطباء بعدم الصيام، غير أن المضاعفات الصحية التي قد لا تظهر خلال رمضان تزيد من تعقيد الحالة الصحية للمريض بعد انقضاء الشهر.